السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم البارح ما غاديش نحضروا على الفوط، ما غاديش، كلش كان باين وصايك يا كلش كان باين. انا ما علاه قلنا كلش كان باين بعد انسحاب الحاج محمد راو الناس عرفت شكون اللي غادي يطلع، وعرفت من ما عرفت شكون اللي غادي يربح. يعني كانت باينه، هذا قلنا لكم، قلنا لكم بلي ودي بنادم مستقيل، تشوف في الجروب تاعه اذا كل غوتي هذاك تعباتنا، هذاك رئيس رابطه، هذاك فريق مستقيل استقال، راه بالك راه في واحد الحاجه تاع 8 شهور ولا من حيت 8 شهور، كي 8 شهور واحد الحاجه تاع 5 شهور من حيت استقال قدام الكاس افريقيا، استقال مور الكاس افريقيا، استقال انا راه بعد يعاود يولي تا باينه وقابلين الدوسي تاعو باينه شكون اللي غادي يربح. حنا هذا زبزاب، انا ما بغينا، انا واحد من الناس صايي كي هو كي سراره سرار فانيك سرار، انا بسبب هذيك المكالمه اللي دارتها مع هذيك العاهره هذيك، وهذا فانيك مدعم من طرف عاهره ومن طرف يعني جمعيه تاع مخنثين تاع ذاك بولحيه هذيك، هذا ما بغيتهش انا مكان كي راجل راجل يا صاحبي، راجل راجل نجي نهدر، انا نجي نهدر راجل راجل، لا ما كاش اكثامني لازم راجل راجل على هذيك. حنا المهم كيما قلنا، كيما كنا قايلين، كيما قلت لكم في 6 ايام قلت لكم غادي كي يطلع رئيس اتحاديه جديد غادي يجيب الرقاد، قلت لكم غادي يجيب لكم الرقاد. هيا لا وين راهي، ارجع تشوف راني قلتها لكم، مشات بنجي هيا في 6 ايام في 6 شهور، هيا لا وين راهي 6 ايام، هيا لا وين راهي، هيا علاش قلت لكم هيا لا وين راهي، هاي في 6 ايام صح. الناس بالك عايروني بالك منا، بصح هي قلت لكم بعد ترسيم، شو كو ديروا التيت هذا تشوفوا، قلت لكم بعد ترسيم رئيس الفاف الجديد للفاف، الفاف ستصدر بيان توضيحي بخصوص اقصاء الخوض من المونديال. الاولى قالها لكم، قال لكم يا ودي ما كاش بيع الاوهام، السيرو تاع الرقاد ما كاش، السيرو تاع الرقاد قال لكم ما كاش، كانوا خاطع عليه الناس داير لكم سيرو تاع الرقاد، الطبيب الفرملي تاعه يعني كانوا دايرين لكم سيرو تاع الرقاد، كي تهضروا على صالير ولا تهضروا على كاش فاضحه ولا يا يقولوا لكم باللي المدرب راه مطالب من طرف برشلونه ولا الريال ولا مانشستر يونايتد ولا جوفنتيس، يا يقولوا لكم البارتيه غادي تعاود، صابوا لكم هذا السيرو تاع الرقاد. ها هو لا راه زبزاف، وين يحرج طبيب المنتخب الوطني الجزائري، يحرج طبيب المنتخب الوطني الجزائري، هذه هي كاسر ما كاش مشكل كاع. وين فجأة الناس طايحه عليه دروك، الناس اللي كانوا يقولوا الناس هذوك اللي يعبدوا مساكين راهم طايحين عليه دروك، قال لك كيفاش هدرت هذه الهضره، هو لا وعد ليس هذا المدرب من يدع الملف، بصح انتم كنتوا تقولوا المدرب هو اللي قال، كنتوا تقولوا الطبيب هو اللي قال، كاع الفرفاره كاع عندكم راه اللي قال بلي ميلف ثاقل وقاصا ما يتعاقب، كاع قلتوها ولا واحد قال له ليس المدرب من يدع ميلف الثاقيل، فهو مدرب فقط، بصح انتم كنتوا تقولوا المدرب كلش المدرب، دروك سايق مشي المدرب، الربحه المدرب، الخساره مشي المدرب، كي يهدر يقول ميلف كي تخرج باللي مشي هو تقول له لا مشي هو، اي بركوني اي راه راه دخلكم كاع في ساسيه، هذا زبزب بسم الله دخلكم كاع في ساسيه، مانيش جاي معاها، مانيش معاها خاطر راني عارف بلي غادي ما يدير والو، ما يدير والو، وهذا الكلام هذه الكلمه اللي قالها غادي شويه نشوفوا. انا شوف نقول لكم كلمه، انا غادي نتيستيه في حاجه برك، هذا زبزب مكلف بالاعلام خويا، الا خليت مكلف بالاعلام ما عارفك راك فليشه معاهم مسكين فرشه، وإلا قلعت له مكلف بخاتش عليه الطبيب ما يسمعش في الفرملي تاعو، الطبيب اللي يخدم معاه لاكارد يبغي جماعته لاكارد طوف اللي قايم في رحبة، هذه باش يكون على بالكم الطبيب إلا سمح في سمح في الاخر تاعو، هو قادر يسمح، قادر يسمح، قادر يسمح. وين فجأة رئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف جاهد زبزاف الجزائريين والمتتبعين لشؤون المنتخب الوطني لكرة القدم بتصريحات متناقضة
تماما مع تصريحات الطبيب المنتخب الوطني الذي قال في وقت سابق أن الجزائر أودعت لدى الفيفا ملف ثقيل حول مباراة السد ضد الكاميرون مؤهلة لمونديال قطر. أنا قلت لكم على قلت نقول له يا طبيب ما تتبعش انت يا تبع المقروط وتبع كوافير وتبع مشاكرة. أنا قلت لكم باللي ما كاش منها ناس تكذبوا عليكم مشاكرة مشاكرة كنت تروحوا تقول لكم لا ضروري يكذبوا قاعد يدوروا هذاك بولحية هذاك المخنث هذو هذو قاعد يدوروا يدوروا يا خاطش على ما يمشي إلا ما مشى لهمش في الكذبة تاعهم يدوروها راي وراي هذيك هذيك العاهرة هذيك اي في ثلاث ايام ولا اربع ايام قلت لكم باللي البارتي صحيح غادي تعاود لو 11 الحد يخرجوا القرار ها وراه هو قال لكم لا قال لكم الكاش هذا كان فيها كان مناجر كان على باله كان ساكت كان مناجر المنتخب الوطني كان ساكت هيا سيبو ها راه وراه قال لكم ما تعاودش روحوا انتم عاودوها روحوا روحوا للفيفا روحوا للفيفا روحوا للفيفا. وقال رئيس الفاف جهيد زبزاب في تصريحات بعد انتخابه أن موضوع مونديال قطر انتهى مؤكد أنه لم يتم إيداع أي ملف ملموس لدى الفيفا ولا يوجد أي تظالم. وكانت وكالة الفرنسية بريس نقلت عن مسؤول الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا رفض الفيفا استئناف الذي تقدم به نظيره الجزائري. يعني شو كيفاش الناس تحت الروس ضرب قال لك ضرب بيبرؤوا وكيل ولي امرهم يعني ما كاش عند معاهم. كنا نقول لكم ومن من نقول لكم باللي هذا هذا المدرب يدخل روحه في صوالح لا يعنيه صوالح لا تعنيك انت مدرب جاد جابوا البارتي روح عاودها عيط لصحابك اللعابه يلعبوا يعاودوها ولا ولا فوتوا ديرك تروح فوت ديرك مالغري ما كاش منها كاع مالغري كاع ما كاش منها كاع واش هدرتو من 29 لليوم مكاش كاع منها كلش كذب في كذب كلش كذب في كذب. والله العظيم نقول لكم لو 10 افريل قال لك باللي بارتيا ما تعاود هما جمعوا بيناتهم لو 10 افريل قال لك بارتيا ما تعاود هي قيس الدوسي تاعها لو 15 انا درت لكم قلت لكم مبار رسميا مباراه الجزائر الكاميرون لن تعاد وقاسما لن يعاقب لو 15 افريل وراي في 6 ايام قلت لكم يا ودي غادي غير يطلع بريزيدو مني ديكلاري لكم من باللي ما كاش الماتش صايي الاولى غادي يقلعها كان لا هضره لا والو وليتو دايرين سيرو تاع رقاد للشعب نتوما نقول لكم ما وين جاتنا جبنا وين الناطق الرسمي الرب العالمين بصح اش كاين الاعلام تاعنا وهذو العاهرات في اليوتيوب يعني باي يراخرك يغموك يحوسوا برا بزاف جروبات وكلش هما يغموك انت كي تجيب لهم خبر هذاك الناطق الرسمي تاع الفيفا قال لهم بالنسبه لنا كلش انتهى اللي بيزيد يسقسي تفسيرات ولا يروح الاتحاديه الجزائريه انتم هذه هذه الهضره ما تساعدكمش خاطر علاه لازم تقعدوا في الكذب وهذو اليامات بغاو يجروكم يدوكم تالوت انا قلت لكم في افريل في رمضان قلت لكم يا جماعه هذو غادي يدوكم تالوت يدوكم كذب تلقوت يدو يجروا فيكم كذب حتى اوت صحيح راهي بانت صحيح. وكالة فرنسية نقلت عن مسؤول الاتحاد الدولي لكرة القدم من رفض الفيفا استئناف الذي تقدم به نظيره الجزائري لإعادة مباراته ضد الكاميرون في الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر وشددت على أن الملف قد أغلق ولا ننتظر أي شيء من هذا القبيل. وفي نفس السياق أكد جهيد زبزاب أنه لم يتلقى أي دعم يعني من طرف المدرب ولا بتاع ما دخل مكان ما دخلنا أنا مهم أنت باغي تخدم حنا غادي نشوفو أنت قلت أنا باغي نخدم غادي نشوفو أنا كاينة كلمة فرحتني بها يعني هاد الكذابين هاد الدجالين وفي طوع الشعب الجزائري يدي درس ماشي غير اللي يجي يقولوا لكم تأمنوا بها مدرب ماهوش ينزل عليه الوحي علاش عمل واحد يقول لي المدرب دخلكم في حيط غادي البارتيات تتعاود قلت له صح هذا وحي طاح عليه هذا وحي طاح عليه المدرب ارا وين قال لكم مكاش سيبو هذه كاع مخدومه قال لكم مكاش اي روحوا تربحوا هذا حاسبينها سهله انتم لا الكاميرون غير هكا كاميرون فين غير هكا ما عندهم رجال ما عندهم لا احنا لعبنا كونتر وحنا
رانا نشارعوا فين وحنا برك هذا المكان، كان والو سهله.